بدعوة من سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية وصل إلى البلاد نجم فريق ريال مدريد الإسباني اللاعب الدولي الفرنسي كريم بنزيما والذي سيتواجد كضيف شرف في نهائي بطولة الشيخ ناصر بن حمد الخليفة لكرة القدم ناصر 11 حيث كان في استقباله عدد من المسؤولين لدى وصوله بقاعة التشريف بمطار البحرين الدولي وأبدى اللاعب سعادته بالتواجد في مملكة البحرين وحضور نهائي ناصر 11 والتقاء الجماهير البحرينية في استاد مدينة خليفة الرياضية.